السكر يا دكتور، السكر من الأمراض المنتشرة بصورة كبيرة دلوقتي ما بين أعمار مختلفة، يعني الأطفال الكبار، والضغط كمان بيكون مصاحب للسكر. إيه علاقة الضغط والسكر بأمراض القلب؟ هو حضرتك النقطة دي مهمة جدا. الحاجة المهمة جدا ان احنا بنقول دايما الضغط والسكر بينبعوا من تربة واحدة، نفس العادات الصحية السيئة فيما يخص التغذية، فيما يخص الوزن، فيما يخص الرياضة، كلهم بينبعوا من تربة واحدة بتؤدي في الآخر واحد يطلع له ضغط، يطلع له سكر، يطلع له كوليسترول، فهم في الآخر بينشأوا من بيئة واحدة، وفي الآخر بينتهوا فعلا زي ما حضرتك قلتي بتصلب الشرايين التاجية نتيجة ترسبات الدهون والكوليسترول في جدار الأوعية الدموية، وبالتالي دي الأوعية الدموية وبداية ظهور أعراض قصور الشريان التاجي. ففعلا السكر والضغط بمعدلاتهم بتزيد، يبقى بينبعوا لازم نحافظ على مستوى السكر والضغط. طبعا احنا بنتكلم عن الضغط المرتفع اللي بالظبط. ليه علاقة اكتر، لكن الضغط المنخفض يا دكتور؟ هو الضغط المنخفض لا يؤدي الى قصور الشرايين التاجية، هو ليه اعراض تانية، طبعا هبوط، اغماءات وكده، بس هو لا يؤدي الى قصور الشرايين التاجية. احنا بنتكلم فيها عن الضغط المرتفع اللي هو تعريفه حتى الان اكتر من 140 90. الأطفال اللي بتولدوا بعيب في القلب يا دكتور أو مشاكل في القلب، ده بيبقى سببها إيه؟ كلام كويس جدا. هو طبعا دي ليها اسباب كتير جدا، من اشهر الاسباب والحاجات المعروفه جدا تعرض الام لحاجات معينه بتؤدي الى عيوب خلقيه، زي إيه؟ قد تكون ادويه اخذتها في اول أدوية. الحمل، قد تكون تعرضها لاصابات بكتيريا، فيروس، حاجات معينه ادت الى ظهور العيوب الخلقيه في الطفل، قد تكون تشوهات في الجينات نفسها، حاجات موروثه من العائلات نفسها. ففي لكن مش شرط الأم يبقى عندها مشكلة في مش القلب. لازم مش لازم لا مش لازم السكر اللي أم عندها السكر بيزود فرصة الإصابة بحاجات معينة للطفل. لو عندها الذئبة نفس الكلام بيزود إصابة الطفل بحاجات معينة. فأمراض الأم، تعرضها لأدوية معينة، تعرضها لعدوى معينة سواء فيروس أو بكتيريا، جينات معينة تؤدي في الآخر إلى ظهور تشوهات، بتكلم في الجزء الخاص بالقلب، يعني كثقوب القلب، كوصلات زيادة، تشوهات خلقية في القلب بصورة عامة.